السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عليكم معايا. السلام أشرف غريب. تفضل يا فندم، مين معايا؟ من العراق أبو رضا. أبو رضا من العراق. شيعي؟ نعم شيعي. عندك إجابة عن سؤالنا اليوم؟ إن شاء الله. تفضل أستاذ أبو رضا. نعم. قبل بسم الله إجابتك، الرحمن قبل الرحيم. إجابتك فضلاً، الإخوة الكرام، يا ريت إعجاب واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، شاركوا البث المباشر فضلا وليس امرا. معانا اجابة ابو رضا. اتفضل ابو رضا، اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه وعلى آله. اتفضل. فإذا أردنا أن نقرن علي بن أبي طالب فنقرنه برسول الله، عليه الصلاة والسلام. فنلاحظ أنه رسول الله تزوج من خديجة من خويلد يا بن عم انا عمرو بسألش أيضا، دلوقتي، الله يصلح حالي يا ابو رضا. انا قلت لكش اطلع المنبر يا وتزوج ابو رضا، منها. يا ابو رضا انا ما قلت لكش اطلع المنبر واشرح لي قصة النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي سؤالي في علي، لماذا تزوج علي بعد وفاة فاطمة؟ اتفضل حضرتك. انتوا بتقولوا دايما كما تزوج في رسول الله فحدث انتوا الحديث. عندكم روايات بس انا ما رضيتش اطلعها، تمام، ان علي بن ابي طالب كفء لفاطمة وفاطمة كفء لعلي، ولكن ام محمد اعترضت قالت لا، هو الكفء اللي فاطمة هو علي. فسألتها سؤال، هل كل زوجاته كفء له، هو كفء لهم؟ قالت لي نعم. فأنا بسأل حضرتك سؤال فعلي، خليك فعلي، كما تتفق الله يصلح حالي يا أخي، خليك فعلي. هل لماذا تزوج علي بعد فاطمة، وهل عدل بينهم جميعا؟ ده السؤال. تفضل. نعم. علي بن أبي طالب اقتدى بأخيه وابن عمه. يا عم مش ده سؤالي ورب الكعبة يا اخي، ما بسألش السؤال ده والله. انا سؤالي، هل علي، لماذا تزوج علي بعد فاطمة، وهل عدل بين زوجاته جميعا من فاطمة الى اخر زوجة له، اللي هي في دين الشيعة من كتب الشيعة في مرويات الشيعة اللي هي محيات بنت امرئ بن قيس، يعني من ضمن زوجاته يعني، او ليلى بنت مسعود، هل عدل بينهم جميعا؟ جاوبني. العدل يكون للحي. الله المستعان، الله المستعان. يا عمي ما هم كانوا احياء ولا كان متزوجهم اموات؟ دخل التراب تزوج اموات؟ ما هم كانوا احياء والله انا عارف. يعني فاطمة عندما كانت في حياتها قدم لها مثلا 10 من 10 من حق الزوجة، بعدها اسماء بنت عميس، هل قدم لها 10 من 10 من حق الزوجة؟ كده تفهم؟ اتفضل جاوبني، ولا قدم لها 9 من 10؟ يعني تقصد أنت أنه ما كان عادل بين زوجاته الأحياء؟ شوف، لف ودوران، هقفل في وشك السكة. انت فاهم السؤال بس انت مش لاقي اجابة، اديك بطانية؟ انت ما جاوبتش عن حاجة. انا بسألك سؤال، هل كان الامام عادلا مع زوجاته كما كان مع فاطمة اخر مرة؟ تفضل. كان علي بن ابي طالب عادلا مع زوجاته كما كان قبله اخوه وابن عمه محمد بن عبد الله. يا عم انا بسألك في علي، ما تخشليش في محمد بن عبد الله. هل احب علي زوجاته بدرجة واحدة؟ كان بأنه عادل؟ نعم هذا جوابي. جاوبني، هل أحب زوجاته بدرجة واحدة بما أنه عادل؟ علي بن أبي طالب أحب زوجاته كما كان بخاف يقول لك كما كان النبي، كما كان رسول الله. أنا مش عايز أدخلك في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أدخلك
في جوابك ده ان النبي احب عائشة وحفصة كما احب خديجة، وكان عادلا مع حفصة وام المؤمنين عائشة كما كان عادلا مع خديجة. هورطك بس مش موضوعي. انا عارفك عايز تخرج، مش هخرج معاك، انا مش هخرج معاك، تمام؟ لاني انا حافظكم اكتر من نفسكم، تمام؟ يعني انا حافظكم كشيعة اكتر من نفسكم، ولكن انت مسكين بتجاوب على استحياء، تمام؟ بتجاوب على استحياء. انا ما عندي، قول لي يا اشرف اقفل في وشي بقى يا اخي، انت عمال تورطني ليه؟ يبقى اذا اثبتنا بفضل الله الى الان ان علي بن ابي طالب في الدين الشيعي لم ينفرد قلبه على مدار حياته بفاطمة واحدة، بل عامل فاطمة كأسماء بنت عميس، كأمامة بنت العاص، كغيرها من نساء، وأحبهن جميعا بدرجة واحدة، ولم يكن لفاطمة فضل في حب علي بزيادة. في لسه نخش في الأبناء أيضا، جاوبونا برضو يا شيعة، هو لما كان بيحب أبنائه كان يحبهم كالحسن والحسين ولا لا؟ شفتوا العصمة وديتكم فيلم؟